أكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علاء مصطفى أهمية التأهيل الجيد وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق داخليا وخارجيا. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. احنا قدام جهاز جديد أو كيان جديد مستقل له من الصلاحيات اللي تساعده على وضع رؤية مستدامة ومتكاملة واستراتيجية للتعليم في مصر بكافة أنواعه وكافة أشكاله. الحقيقة يمكن تم التأكيد عليه يمكن من أغلب الحضور، وكنت حريص على ذكره في كلمتي، أنه بالضرورة يكون الاستراتيجية اللي هيضعها هذا المجلس تتسم به أولا الفعالية فيما يخص مخرجات منظومة التعليم من كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا. الحقيقة النقطة الثانية أن يكون هذه السياسات تمتاز بالاستدامة، بمعنى أنه بصرف النظر عن تغيير الوزراء يجب أن يكون لدى الدولة المصرية استراتيجية خاصة بالتعليم بيتم تنفيذها على مدار سنوات عدة، لأن صناعة التعليم هي صناعة طويلة الأمد علشان نقدر نحصل على مخرج نهائي. والمحور الثالث الحقيقة والأخير، وهو التكامل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجالس العليا والوزارات المعنية بالتعليم لتنفيذ هذه السياسات، وبالتالي نتخلص من فكرة الجزر المنعزلة في وضع الرؤى والمبادرات الخاصة بالتعليم.